لا يزال سكان حيي الميدان وصلاح الدين في حلب يحتمون بفعل القصف المستمر والمتواصل. البعض غادر منزله منذ شهر رمضان، وعندما عاد لم يحظى سوى بالدمار والخراب. بسم الله الرحمن الرحيم، نقوم بصد الجيش الأسدي يقوم بقصف الهاونات والدبابات والطائرات. بعض سكان حي صلاح الدين يحظون بمساعدة الجيش السوري الحر وحمايته.